السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المرحلة الثالثة ضمن مادة ميكانيك التربة السويل ميكانيك. إن شاء الله اليوم وصلنا إلى موضوع اسمه السويل كومباكشن، رص التربة أو انضغاط التربة. شنو نقصد به رص التربة؟ السويل كومباكشن شو يقصد به؟ إحنا بعد ما أخذنا العلاقات الوزنية والحجمية للتربة، أكو بعض الأمور أو العمليات الفيزيائية التي تحدث بالتربة نتيجة ضغط عوامل خارجية أو ستراس أو إلى ذلك، راح نوضحها إن شاء الله. فأول أحد العوامل اللي تحدث إلى التربة كستركتشرال هو الكومباكشن، رص التربة أو انضغاط التربة. ماذا يقصد بالكومباكشن، رص التربة؟ كناخذ كمقدمة رئيسية، يقول لك السويل كومباكشن is one of the most critical components. شو يقصد بيه؟ ضغط التربة أحد المكونات الرئيسية من أنت تسوي عملية كومباكشن. وين تحتاجه؟ في الكونستركشن أوف رود، بعملية إنشاء الطرق. After that الاير فيلد، المطارات، الإمباكتمنت، الأساسات، تمام، اللي هي خاصة and foundation، يعني معناها نحتاجها ببناء المطارات والإمباكتمنت، السدود والفاونديشن، الأساسات. The durability، ديمومة ومتانة، and stability of structural، الاستقرار الهيكل. أي منشأ تنشأ أنت من هذه المنشآت اللي إحنا عددناها مسبقا، أي منشأ تعتمد عملية استقراره، الستيبلتي مالته والديوبرالتي وزيادة الديمومة والمتانة لهذا الستركتشر، are related، شنو بيها؟ ترتبط ب to the achievement، بتحقيق probable soil compaction، بتحقيق ضغط للتربة بشكل صحيح أو بشكل جيد، تمام؟ هو هذا السبب الرئيسي. So structural failure، فشل المنشآت off road للطرق، يعني الفشل التصميم الهيكلي للطرق دائما يحدث، والمطارات and damage والأضرار اللي caused by، ترجع شنو سببها؟ ترجع سببها للفاونديشن سيتلمنت، إلى نتيجة شنو سببها؟ إلى هبوط أو هطول الأساسات، تمام عيني؟ That can be often be tracked block to the failure of the achieved proper soil compaction، اللي معناها راح يسبب لنا، يرجع سببه إلى الفشل في تحقيق ضغط على التربة بشكل صحيح. لذلك يعتبر ضغط التربة أو الكومباكشن للتربة هو عامل مهم جدا. هسه نجي نعرفه، هو شنو السويل كومباكشن؟ هسه احنا عرفنا استخداماته وين؟ بالطرق والمطارات وأساسات السدود والأساسات الفاونديشن الاعتيادية الاستركتشرال وغيرها. وشنو معنى السويل كومباكشن؟ What's mean؟ السويل كومباكشن is the compression، هو ضغط of soil particle، ضغط جزيئات أو حبيبات التربة. وبالتالي كومباكشن ايش راح يسبب لنا؟ راديوس، بالمناسبه التعريف مطلوب من عندكم ضمن الاشياء المطلوبه، هذا التعريف السويل كومباكشن مطلوب. الكومباكشن راديوس التوتال بور سبيس، راح اول شيء يسوي لنا؟ يقلل لنا مساحه الوسام اللي موجوده بالتربه، يعني الفي فويد راح يقللها سواء كانت مملوءه بالماء او مملوءه بالهواء. اذا اول عمل له راديوس التوتال بور سبيس اوف ذا سويل. مور امبورتنتلي، الأهمية الكبرى من هذا أيضا، راح significantly reduce amount of large pore space، راح يقلل لنا بشكل كبير من كميات المياه الكبيرة الموجودة داخل المسام، الفويد أو نسبة الفويد ratio أو الباروسيتي الخاصة بنموذج التربة. وبالتالي ايش راح يسبب لنا؟ restricting، يقيد الاير and water movement، راح يقيد لنا حركة الهواء والماء داخل نموذج التربة. هاي أهم نقطة ننتبه لها. إذا السويل كومباكشن شنو معناه؟ معناه إنه أنا أجري عملية رص داخلي للتربة أو أقلل الفويد ريشيو، أقلل يعني الفي فويد، حجم الفراغات، أو أقلل مساحة المسام الخاصة بالتربة. فهاي أهم فقرة لازم إحنا ننتبه عليها. طبعا هذا الموضوع الوات أوف سويل سويل كومباكشن موضوع ضروري ومطلوب من عندك ايضا كتعاريف. وبالتالي اذا هو شو يسبب لنا؟ ريستراكتنج الاير اند ووتر موفمنت، حركه راح يقيد لنا حركه الماء والهواء خلال نموذج التربه. لو سويل اوكسجين، هنا وصلنا لو سويل اوكسجين ليفل، وبالتالي مستويات الاوكسجين هاي الناتجه عن ضغط التربه او المنخفضه نتيجه ضغط التربه هي العامل الاساسي اللي ايش راح يسبب لنا؟ تحد caused by compaction of the air primary factor limited، راح تحد لنا من نمو النبات، البلانت جروث اند لاندسكيب سويل.
هاي نتيجة ضغط التربة راح تقل حجم الفراغات بالتربة وحجم الفراغات بصورة عامة سواء كانت مملوءة بالماء أو بالهواء. وبالتالي من الناحية الزراعية ضمن مادة الإيريجيشن والزراعة، هذا النوع من التربة يعتبر نوع غير جيد، لأن مستويات الأكسجين راح تنخفض داخل هذه الفويدر، وبالتالي تعتبر بيئة غير ملائمة لنمو جذور النباتات. تمام عيني، اللي هي يسمونها just like تربة المناظر الطبيعية. هاي خاصية ضغط التربة راح تسبب اضطرابات كبيرة. soil compaction primarily soil compaction contribute a large portion of land distorted، راح يسبب اضطراب كبير بالنباتات وخاصة من النباتات احنا نسميها النباتات الكبيرة والنباتات المناظر الطبيعية sitting. هذا الشكل ده يوضح لك الـ بس هو به وين مفيد هسه السويل كومباكشن؟ وين مفيد؟ مفيد بتربة الأساسات بالطرق بالترب الخاصة بتكوين أساسات السدود، لكن هي بالتربة الزراعية السويل كومباكشن مفضلة أما مفضلة، لأن من أقلل الفويد ريشيو آني أوصل مرحلة، وبالتالي الأكسجين الموجود داخل الحبيبات أو داخل المسام راح يقل، وبالتالي راح يأثر لي على نمو النبات. فإذا هو مفضل من الناحية الإنشائية، لكنه يسبب لي في النوع من الدمج والأخطار والأضرار من الناحية الزراعية. فأني أنتبه هذا النوع أستخدمه للكومباكشن مع المواضيع أو الأعمال الإنشائية. لاحظ هذا سيوضح لك هنا نموذج من التربة اعتيادي طبيعي بعد عملية الرص الكومباكشن. لاحظ الفويد روش ايش بها؟ تلاحظ انه قلت، وبالتالي مسامات اللي تربط الهواء والماء قلت ونرصت وصار وهذا نموذج التربة. هو هذا معنى السويل كومباكشن اللي هو ضغط التربة او رص التربة. هسه نجي على السويل كومباكشن شلون تجرى العملية الخاصة به. تمام عين ضغط التربة. هسه تعريف اخر، الكومباكشن از ذا بروسيس، هو العمليه انكريزنج بزياده الدنسيتي اوف ذا سويل، يزيد كثافه التربه باي باكينج عن طريق تعبئه البارتكل عن طريق تعبئه الحبيبات كلوزر اللي يعني تعبئه الحبيبات شلون؟ عن طريق تقارب بعضها الى بعض كلوزر توجذر وذ ريدكشن مع انخفاض او تقليل بحجم الهواء ريدكشن ان ذا فوليوم اوف ذا اير اونلي. تمام. However, compaction increases the dry density. وبالتالي يؤدي الضغط هذا إلى زيادة كثافة التربة الجافة and decrease the void ratio. وبالتالي تقللنا نسبة الفراغات. ضغط التربة بصورة عامة soil compaction is defined as the method. هو الطريقة of mechanically. يعني شو المعنى؟ الطريقة اللي يتم بها زيادة كثافة التربة ميكانيكيا. Of mechanically increasing the density of the soil. In the construction في عمليات الإنشائية أو عمليات البناء this is significant part، يعتبر هذا الجزء مهم جدا of the building process. إذا عملية compaction للتربة هي تعتبر عملية ضرورية جدا مهمة إذا كانت تخص تناول المواد أو الأعمال الإنشائية، لكن لا تتناول الأمور الزراعية لا إحنا ما نفضلها. لذلك إذا تلاحظون خلال دراستكم إن شاء الله بهذه المرحلة راح تأخذون مادة اسمها مبادئ الري والبذل، أحد الطرق اللي يعملونها عملية تنظيم للحقول إنه إحنا مثل ما نسميها حراثة الأرض. الغرض من هذه الحراثة إن نقلل الكومباكشن، وبالتالي راح نسمح لهذه النباتات إنه يوصل الروتينج زون أو الروتينج سيستم زون وصول الماء والهواء إليه بشكل جيد، وبالتالي نحصل على محاصيل موسمية أو دائمية ذات نمو جيد. هاي من الناحية الإيريجيشن أند درينج أو الناحية الزراعية، لكن من الناحية الإنشائية بالعكس يعتبر موضوع السويل كومباكشن عامل مهم جدا من البناء أو إنشاء عملية البناء. وهذه الصورة سبق ونوهناها قبل قليل إنه هذا لاحظ هذا السويل صلب هنا اللي يتكون من دراي أند ووتر هنا بعد عملية الكومباكشن، وهذا كذلك هنا. إذن هو شي يحاول يزيد لك كثافة التربة السويل دنسيتي. تمام، زيادة كثافة التربة. والضبط هنا النورمال سويل هي هاي، وهنا الكومباكشن سويل تلاحظ ان الفويد ريشيو تقل بين المسام او بين حبيبات التربة الاعتيادية، وهنا كذلك. هاي صور توضيحية كلها عن معنى سويل كومباكشن، رص التربة او ضغط التربة. واي كومباكت؟ ماذا نعني احنا ليش نجرى عملية الكومباكت يعني ضغط التربة او رص التربة؟ ليش انه ندمج هذه التربة احنا يسموها المدمجة او المرصوصة؟ ليش؟ شنو هي الاسباب؟
تعتبر there are five principal reasons. هناك خمسة أسباب رئيسية to compact soil لرص التربة. Number one, increase load bearing capacity. زيادة القدرة على تحمل الأحمال. كل ما زاد الكومباكشن مالتها وقلت الفويد ريشيو، يعني معناها قل السيتلمنت. انتوا اخذتوا بمرحلة ثانية مادة اسمها انشاء المباني. احد اهم الاسباب لفشل بناء الدور السكنية او المنشآت لا على التعيين اللي احنا نسميها الستركتشرال او الانفراستركتشر، المنشآت البنى التحتية او الامباكتمنت، المنشآت الهايدروليك ستركتشر. احد الأسباب التي تؤدي إلى فشلها هو طريقة طريقة رص التربة. يعني تعتبر هذه الطريقة جدا مهمة. إذا كانت تربة الأساس غير جيدة، فأول مشكلة راح يعاني من عندها المنشأ بعد عملية الإنشاء هو السيتلمنت، الهطول. وإذا صار سيتلمنت راح يصير به هطول أو هبوط غير تفاضلي، أو تفاضلي إحنا نسميه، يعني غير متناسق. ممكن يهبط من جهة ويبقى من الجهة الأخرى، وهذا الهبوط راح يأثر لنا على أساسات ودعامات والبيم والخاص، وكذلك السلاب اللي هو سقوف هذه المنشآت، فيصير بها نوع من الشير. إحنا نسميه عندنا تاخذون بمادة الخرسانة المسلحة إن شاء الله، عندنا الشير وول وغيرها، أنواع القص يسمون القص الطولي. هذا راح يحدث بالبنايات نتيجة وجود السيتلمنت أو الهبوط التفاضلي داخل الأساسات، ويرجع سبب هذا الهبوط التفاضلي إلى أن التربة المستخدمة للبناء هي تربة ما تحتوي على نسبة كومباكشن عالية. So, إذن أول سبب هو increasing load bearing capacity، زيادة القدرة على تحمل الأحمال. ثانيا increase shear strength of soil، راح يزيد قدرة التربة على تحمل قوة القص. وقوة القص إن شاء الله موضوع متقدم راح نتناوله بالمواضيع المتقدمة ضمن الكورس الثاني عبر دائرة مور أو مور سيركل، اللي هو دراسة الإجهادات الخاصة بالتربة. أتوقع أن تخذت دائرة مور أو مور سيركل ضمن المرحلة الثانية من مادة المقاومة، لكن كأبليكيشن ما أخذت إلها، إن شاء الله راح نتناولها بالمرحلة الثالثة ضمن الكورس الثاني من مادة ميكانيك التربة. After that, prevent soil settlement، يمنع هطول التربة، يمنع هطول التربة أو ترسب إحنا نسميه التربة، and frost damage والأضرار الناجمة بصورة عامة. Previously يعني اللي سبق تناولنا قلنا settlement اللي هو الهطول أو الهبوط الخاص بالتربة. Improve stability راح يوفر الاستقرار. After that, reduce the water seepage راح يقلل لنا تسرب المياه بأسفل المنشآت اللي swelling. السولنج احنا نسميه انتفاخ. عند الكونستراكشن او الكونتراكشن، العفو اعتذر، الكونتراكشن والانكماشن اللي يصير بالتربة. كل ما انت حافظت على التربة كومباكشن راح تمنع هذه الظواهر تحدث داخل التربة، وخاصة في التربة الطينية. التربة الطينية دائما تكون بها نسبة الانتفاخ عالية، سولنج. فإذا انت ما موفر كومباكشن عالي، يعني void ratio موجودة، راح يصير بها انتفاخ، او ممكن يصير بها انكماش لانه كانت بها void ratio. بعدين وانت ما مسوي لها كومباكشن وانشأت المنشأ، وزن هذا المنشأ راح يسبب منه رص للتربة، لكن الرص ما راح يكون متوازن، ممكن ترص من جهة الى جهة اخرى، فراح يسبب لك في النوع من الكونتراكشن او الانكماش. radius sitting of soil او silting of soil، يمنع او يقلل من ترسيب او التربة او ترسب التربة. after that radius الفويد ريشيو راح يقلل لك الفويد ريشيو الفراغات، اللي هي اذا قلل الفويد ريشيو بالتالي راح يقلل لي البيرموبيليتي، قابليه او نفاذيه التربه، نفاذيه السويل بيرموبيليتي راح تقل. after that controlling راح يسيطر لك the swell shrinkage movement، يعني شنو معناها؟ التحكم في حركه الانتفاخ والانكماش راح يصير كنترول، بعد ما تصير عمليات السولنج والكونتراكشن بسهوله. radius settlement ايضا راح يقلل لنا التسويه او تحت يعني under working load، راح التسويه او احنا نسميه settlement او الهبوط اثناء فترات العمل. type of compaction شلون اني اجري عمليه رص التربه، تمام؟ عندنا عده طرق لرص التربه. الطريقه الاولى هو الفايبريشن، انا استخدم في النوع من الهزازات، او اتوقع هذا الشيء انتم ملاحظينه بالبيوت، يعني اساسات البيوت دائما من تبنى يعني يجيبون في النوع من الحاضلات الهزازة vibration على طول الأساس حتى يجرون عملية الرص للتربة. vibration هذا أتوقع الكل مشاهدة، الإمباكت عن طريق التأثير، وهذا عن طريق حاضلات خاصة توضع تسلط لك في النوع من الجهد قوة على مساحة معينة تسبب لك في النوع من الإمباكت،
والكندك هذا احنا نسميه العجل ايضا في طريقه معينه الى والبرجر توليد او تسليط او ضغط. تمام الفاكتور هاي كلها مطلوبات من عندكم طلاب، كل هاي الصفحتين مطلوبات من عندكم كشرح بس بشكل يعني انه تفهمهن، تفهم فلسفتهن. الفاكتور افكتيف على الكومباكشن، ما هي العوامل اللي تاثر لك على الرص؟ نمبر 1 الووتر كونتينت، وراح نتناول ان شاء الله بشكل تفصيلي انه شلون راح ياثر، واحنا اخذناه بالمحاضرات الاولى الووتر كونتينت المحتوى المائي ايش قد راح ياثر على نسبه الرص الى يعني احنا شو نريد؟ نريد نلغي فراغات الهواء، نريد قدر الامكان فراغات الماء حتى الرص تتربط معنا. ثانيا نوع التربه، كل ما كانت التربه طينيه تكون الكومباكشن مالتها اعلى، اعلى من التربه الرمليه والغرينيه، يعني الساند والصلت. ليش؟ لان التربه الغرينيه والتربه الرمليه تكون نسبه الكوهيجن بيناتهم قليله جدا، وبالتالي راح تكون الكومباكشن مو قوي مثل التربه الطينيه. بعد الكومباكتنج انرجي اللي يقصد بها يصب بها طاقه الضغط او الجهد المسلطه لاجراء او لاتمام عمليه الرص او الدمج للتربة. هسه السويل دنسيتي تيست هذا اهم عامل انت لازم تعرفه، اهم عامل السويل دنسيتي اللي هي اختبارات كثافة التربة. احنا شنو تناولنا قبل شوية؟ قلنا الكومباكشن ميكانيكيا هو زيادة كثافة التربة، انا زيد كثافة التربة عن طريق شنو؟ اقلل الفويد ريشيو الموجودة بداخلها. تمام من هذا الباب. فالمطلوب شنو من عندك هسه انت حاليا لازم تعرف السويل دنسيتي تيست تو ديترماين اف بروبل سويل كومباكشن از اتشيفد فور اني سبيسيفيك كونستراكشن ابليكيشن سيفرال ميثود وير ابلايد، عده طرق يمكن تطبيقها يعني لتحديد اذا نتاكد ان ضغط التربه هذا اللي حققناه لهذا التربه هو مناسب لاي بناء. عندنا عدة طرق several method are developed تم تطويرها حتى نحسب كثافة التربة. احنا شو نريد نوصل؟ نوصل الى انه كثافة التربة ما لا تقل عن 95%، يعني نوصل الى مرحلة انه كثافة هذه التربة بعد اعطائها الووتر كونتينت المحتوى المائي المناسب يكون توصل الى نسبة كثافة ما لا تقل الكومباكشن الرص مالتها الماكس ما لا يقل عن 95%، وإذا وصلنا 100% فكلش بيرفكت، لكن إنه ما تقل عن 95%. أنا إيش أسوي؟ أسوي أظل انطماء للتربة. إذا متبين أنتم بعمليات الطرق والجسور يعني بالأحياء السكنية بصورة عامة، أنت تعرف بالمناطق الزراعية غيرها أثناء إنشاء الطرق والجسور وكذلك ردم الأساسات أو بناء عملية الأساسات وتجهيزها للبناء. أول عملية يسوونها وتهيئة التربة، وبعد ذلك يتم بعد إنه يعني إطفاء الطبقات الجلمود وغيرها والتربة يتم عمليات رص التربة. هسه إحنا راح نجرى على عملية رص التربة. رص التربة تضاف هذه التربة يضيفوا لها كميات من الماء، هاي الكميات من الماء إحنا نسميها زيادة المحتوى الرطوبي. شنو الغرض من عندها؟ الغرض من عندها أطرد حبيبات الهواء من الداخل، أخليها قدر الإمكان متشبعة هذه التربة بالماء حتى يصير تجاذب بين حبيبات التربة نفسها، وأسلط فد نوع من الضغط أيا كان نوع الضغط اللي عددناه مسبقا، أما بالإمباكت أو بالفايبريشن أو بالبرجر أو بطريقة العجل. وصلت هذه التربة إلى أقصى حد ممكن بحيث مليتها بالماء، مليتها بالماء بحيث أقل الفراغات الهواء من داخلها وتكون الفراغات مملوءة بالماء تماما مع زيادة كمية الرص أو كمية إلى أن نوصل ماكسيمم. بعد هذه النقطة ليش قل الكيرف؟ زيادة كمية المياه راح يحول لنا التربة. احنا عندنا أخذنا بالمحاضرات الأولى إن شاء الله أخذنا أكو ثلاث حالات للمويستشر كونتين، أكو الشرينكج ليميت والليكويد ليميت، العفو البلاستيك ليميت والليكويد ليميت. احنا حولنا التربة من شرنكج الى بلاستيك، وهي افضل انواع الترب. تحويل زيادة الووتر كونتينت المحتوى المائي المويستشر كونتينت او الووتر كونتينت او السويل مويستشر مثل ما مسميه هنا، زيادة المحتوى المائي الليفل مالته المستوى اذا زاد اكبر من الماكسيموم للكومباكشن راح يسبب لك يحول لك التربه الى تربه ناعمه او تربه سائله او تربه عباره عن خليط، تتحول يعني تتحول الى تربه بعد ما تقدر انت تسيطر على خواصها، يعني من الحاله البلاستيك الى الحاله الليكويد، وهي الحاله تصير اوت اوف كنترول.
يعني ما تقدر بعد السيطر انت على خواص التربه، وبالتالي راح يقلل كومباكشن للتربه، راح تقل قوه الرص للتربه، تمام؟ هي هذا السبب. لذلك اكو نسبه ماء ووتر كونتنت عندها تتوقف. اذا زدنا الماء بعد هذه الحاله يشبه بالضبط السكتشمنت اللي اخذتوه ببدايه المقاومه، اللي يوضح لك تاثير الالاستيسيتي مع الكومباكشن او ستريس المسلط، يوصل الجسم الى اقصى نقطه نسميها اليلد بوينت اللي هي نقطه التحمل العظمى. بعد ذلك الزياده اكثر من هذه النقطه راح يسبب انكسار بالكير او انكسار بقدره التحمل. هنا بالضبط تماما، بعد هذه النقطه تتحول التربه من المويستشر كونتنت من البلاستيك الى الليكويد، والليكويد يعني تصبح التربه تماما جست لايك تشبه تتحول الى ميكس خليط اعتيادي، مو تربه قويه ذات تماسك عالي. هذا راح يفقدها قوامها الاصلي اللي احنا نريده لغرض الكومباكشن والاغراض الاعمال الانشائيه، فراح تقل الكومباكشن اللي خاص بها. لذلك الووتر كونتنت يعتبر عامل جدا جدا مهم بتحديد عمليات او الكومباكشن للتربه او رص التربه. ان شاء الله يكون واضح امامكم. هذا الرسم طبعا جدا مهم. بعد ذلك ننتقل الى الثيوري اوف كومباكشن، طرق عمليه الرص. الثيوري طبعا ذني جدا مهمات. الثيوري اوف كومباكشن يعتبر جدا مهمات، اللي هي نظريه الضغط او دمك التربه او رص التربه. نمبر الكومباكشن از ذا بروسيس اوف ريديوسينج، الغرض من عنده شنو اسوي؟ سبق وتناولناه هسه قبل قليل، هو تقليل الاير كونتين، تقليل محتوى الهواء عن طريق باي ذا ابليكيشن اوف انرجي، عن طريق تسليط طاقه، طاقة دمك، طاقة ضغط، طاقة اهتزاز على من مسلطة على التربة ب مع شنو؟ إلى يا تربة to the moist soil، إلى التربة الرطبة اللي راح أزيد لها أنا الووتر كونتنت step by step عن طريق تدرجات معينة. Form compaction test weight can be defined، ومن خلال اختيار الضغط يمكن أول number one there are unique relationship between the water content، هناك علاقة فريدة بين محتوى الماء and the dry density والكثافة الجافة. شو يسمونها هاي؟ يسمونها specific compaction energy، يعني طاقة الضغط المحددة. يعني هناك علاقة بين الwater content والdry density. نرجع نفهمها شنو هي، نرجع لها. يعني إذا لاحظ يقول لك هناك عندك علاقة بين الكومباكشن اللي موجود هنا، الكومباكشن يعني الدراي دينسيتي وبون السويل مويستر كونتنت، إذا لاحظ كل ما زدنا السويل مويستر كونتنت مع زيادة الكومباكشن، أنا أزيد الكومباكشن ومنا أزيد الووتر كونتنت، شبيها الماكس دينسيتي تزداد إلى مرحلة معينة. بعد ذلك مو هذا العامل المؤثر، لا، العامل المؤثر الرئيسي هذا، إذا زادت السويل مويستر راح تتحول التربه الى حاله البلاستيك الليكويد ليميت العفو، وهي حاله احنا نسميها مو اللدنه، حد السيوله، تصبح التربه باستحقاق السائل، وبالتالي راح تفقد السيطره عليها، فراح تنزل كثافه التربه الدراي دينسيتي للتربه. وكذلك اذا وصلنا الى مرحله كومباكشن رص بعد ذلك التربه راح تتحول الى طريقه يعني من القوام ايضا الاعتيادي الى القوام اللي احنا نسميه المعجون يعني. فهنا ايضا بس نسبه الكومباكشن تاثيرها اقل جدا من تاثير السويل مويستشر او المويستشر كونتنت. نمبر 2 there are one water content، هنالك خلي ببالك يوجد محتوى مائي واحد هو الامثل. هسه هنا بهذا الشكل وين المحتوى المائي الامثل؟ هو هنا قيمته. هذا اللي لحد الان اللي سجل من البدايه الى هنا ما اعتبره الامثل، واللي بعدها ما اعتبره الامثل. الامثل اللي حقق لي اكبر قوه ماكسيمم كومباكشن بوتنشال، تمام، القصوى اللي المثلى للكثافه، ايش قد وصلت الكثافه التربه 95% كذا. لذلك قيمه واحده there are او there is العفو one water content اللي هو احنا نسميه الاوبتيموم، هذا الاختصار الاوبتيموم مويستشر كونتنت، هذا مكتوب الاوبتيموم مويستشر كونتنت ات ويتش، اللي عنده ايش راح يصادف انه الماكس دراي دنسيتي از اتشيف، يحقق لنا اقصى كثافه جافه، اقصى كثافه جافه. ذا تو ابوف بوينت، هذه النقاط اللي وضحناها هسه المذكوره راح نوضحها لكم بهذا الرسم، راح تكون واضحه امامك بهذا الرسم. الدراي دنسيتي قبل شوي نبهنا عليها، راح هنا الاوبتيموم مويستر كونتنت.
هنا عن طريق زيارة الووتر كونتنت. الووتر كونتنت مع الرأس، الووتر كونتنت مع الرأس، الووتر كونتنت. لاحظ هنا هذا الووتر تون كله معتبر الأمثل. وصلنا إلى نقطة حقق لي أعلى دراي دينسيتي، عنده نسبة حديد 95% مثلا. بعد ما حققنا هذا، زيادة الووتر كونتنت ضعف لي، رجع مرة ثانية الدراي دينسيتي، لأن دخلنا بالليكويد ليميت اللي هو حد السيولة. هذا الحد اللي هو الأوبتيموم اللي من وصلنا له، شي يحقق لك؟ يحقق لك زيرو اير فويد، يحقق لك فراغات هواء 0%. تمام تمام عيني. فهو هذا يسمونه زيرو اير فويد. ان شاء الله يكون واضح امامكم، وراح ناخذ بتطبيق المسائل بشكل تفصيلي، اتوقع راح تفهمون اكثر ان شاء الله. نجي بعد ذلك المويستشر دنسيتي ريليشن شيب الكومباكشن تيست، اللي هي العلاقه. طلاب لا تنتبهون، انا الثامده احكي دا اترجم، فاذا خاف يعني من نشرح المحاضره بالقاعه الدراسيه ما تلحق الترجم، ترجع الى محاضره اليوتيوب ومع محاضرتك اللكتشرز بايدك. اذا تحتاج بعض الترانزليتر انه تكتب النوتس الملاحظات على ملاحظه على محاضرتك الرئيسيه وترجم. سو العلاقه بين الرطوبه الكثافه، يعني طريقه اختبار الكومباكشن شلون اني اختبر. عندك This laboratory test is performed، يعتبر هذا الإجراء المعملي أو يعني يجرى داخل مختبرات التربة، to determine حتى نجد العلاقة between moisture content and dry density for a soil of the soil of a specific compactive offered. شنو يقصد؟ يقصد بهذا الإجراء، يعتبر هذا الاختبار المعملي حتى نستخدمه حتى نحدد العلاقة بين نسبة الرطوبة والكثافة الجافة للتربة لجهة ضغط محدد. طيب احنا ليش نجري بالمختبر؟ أول شيء أنا عندي طريق معين، هذا الطريق المعين فرشته فد نوع من التربة، أريد أعرف المرشات مال الماء السيارات الكبيرة إيش قد الضخ نسبة ماء مع طريقة الكومباكشن المستخدمة، إيش قد الضخ نسبة ماء مع طريقة الكومباكشن المستخدمة، بحيث أقولها توقفي كمية الماء اللي هنا تحقق لي ماكسيموم دراي دينسيتي. لازم آخذ عينة من التربة اللي فرشتها بالتربة العفو بفرشتها بالطريق أو بالأساس، يعني عينة منعتها نموذج آخذه إلى المختبر. هذا النموذج راح أجرى عليه الاختبارات، أحقق إيش قد ووتر كونتينت يحتاج وإيش قد نسبة رص كومباكت يحتاج، وأوفرها عن طريق معلومات إلى المكتب الاستشاري. المكتب الاستشاري يوفرها إلى الجهة المعنية أو الجهة المرصودة الخاصة بتنفيذ المشروع، حتى أنه عن طريقهم يحققون هذه النسب. تمام؟ حتى خاف أحد ليش يجري يقول أنه إحنا راح نجري هاي التجربة داخل المؤتمر المختبر عفو، هو هذا الغرض نعته، ناخذ عينة فعلية من الموقع ونجري لها. مثلا هاي الطبقة راح نرصفها إحنا حاليا هي طبقة السبويس أو طبقة التربة الطينية، الطبقة الأولى من طبقات يعني الأساس، يكون عدة طبقات مثلا خاصة طبقات الطرق يكون أكثر من 5 إلى 6 طبقات، فحسب الطبقة المرصوصة طينية غرينية رملية أيا كانت سبيس غيرها يعني قريب إلى حبيبات الحصى، أخذ هذه العينة من الموقع الرئيسي سيت انفستيجيشن، موقع تحريات التربه، موقع العمل، الى المختبر، اجرى عليه الاختبارات هاي المعمليه داخل المختبر حتى اعرف هاي التربه ايش قد تحتاج ووتر كونتينت يناسب قوه الضغط او الدمك او الرص، على اساس نحقق احنا الماكس دراي دينسيتي، بحيث احنا نضمن نحقق هذه الطبقه داخل العمل او داخل موقع العمل، انه نوصل الى طريقه رص عالية جدا احنا نسميها الاوبتيموم او الماكسيموم دراي دينسيتي، تحقق لنا زيرو اير فويد. تمام عيني؟ هنا ان شاء الله تكون واضحة امامكم. سو هسه شنو معناها؟ نرجع الى نكمل ذا كومباكتيف اوفرت. شنو المقصد يقصد معناه؟ الجهد المضغوط از ذا اماونت، هو كمية الميكانيكال انرجي، الطاقة الميكانيكية ذات از ابلايد، التي يمكن تطبيقها تو ذا سويل ماس، التي يمكن تطبيقها على كتلة التربة. يقول لك several different methods يتم استخدام عدة طرق مختلفة are used to compact the soil، تستخدم لضغط التربة في الحقل، مثل احنا سبق ونوهنا عليها مسبقا اللي هو التامبنج تمام، اللي هو مثل الدك تمام عن طريق الدك او الرص، والكندنج العجل، والفايبريشن الاهتزاز،
and the statistical compaction اللي هو عن طريق الضغط والصدمة، يعني في نوع من اللود ويهبط إلى الأرض بقوة واحدة يسمونه static load compaction. This laboratory will employ هذه الطريقة المختبرية يستخدم طريقة دائما إحنا بالمختبر شو نستخدم؟ نستخدم آخر طريقة اللي هي static load compaction. static load compaction. This laboratory هذا النوع من المختبر will employ the tamping or impact compaction طريقة الصدمة method using for equipment عن طريق استخدام هذا النوع من المعدات والمنهجية اللي يطورها يا عالم. هاي طريقة الفحص من التربة الكومباكت، العالم اسمه رود بروكتر بعام 1933، تمام؟ سميت الطريقة لذلك سميت هذه الطرق باسمهم. إن شاء الله لا تقدرون ترجعون لي اللي مثلاً جوجل تعرفون معلومات أكثر، مجرد ما تكتبون اسم العالم الخاص بالمويستشر دينسيتي ريليشنشيب راح تظهر لكم معلومات كثيرة. therefore this test is also يسمونه بروكتر تيست، لذلك شو يسمونه هذا الفحص باختبار بروكتر باسم العالم نفسه، لأن هو أول شخص اللي اقترح واكتشف هذا النوع من الاختبارات لرص أو دمك التربة، فسمي هذا الاختبار اللي هو الكومباكشن تيست إلى اسم ثاني اسمه بروكتر تيست، يعني يجيك باسم أما يقول لك الكومباكشن تيست أو هذا الكومباكشن تيست أو إلى اسم ثاني اسمه البروكتر تيست باسم العالم اللي اخترعه بعام 1933. two type of compaction tests are nationally performed، يعني يقصد بها هناك يتم اجراء نوعين من اختبارات الضغط بشكل روتيني. number one the standard protector، يقصد به الاختبار بروتكتر القياسي، والثاني modified protector test واختبار بروتكتر المعدل. اذا عندك فحصين يجرن به هو القياسي والمعدل، تمام؟ هذا type of test الستاندر اول شيء نجري وبعدين المعدل. هذا النمبر اوف لاير، احنا راح اشوفكم الجهاز، احنا مو راح ناخذ عينه من التربه بس حتى تصير يعني مثل ما نقول عندك فد. هاي هي التربه، لاحظ هاي احنا راح ناخذ عينه من التربه من الموقع نخليها بهذا الجهاز. هذا الجهاز له مواصفات معينه، قطر كذا، وان شاء الله راح نلاحظه بالمختبر. نضع التربه به على شكل 3 طبقات، كل طبقه نرصها، كل طبقه نرصها على شكل كم لاير نخلي التربه به. هسه نلاحظ هو هذا اقصد من راح ناخذ هسه طبقات التربه، يقصد اللي راح نرممهن او نضعهن او نخلي ستراكشرهم هنا ضمن هذا الجهاز اللي بعد ما حضرناه من الموقع منه ضفنا لهم كميه ماء معينه خلطناها وراح الدور هنا نخليهن على شكل طبقات. هسه نجي نرجع الى موضوعنا الرئيسي، موضوعنا الرئيسي الستاندر بروتكتر النمبر اوف لاير. النمبر اوف لاير كم طبقة يصير؟ 3، والموديفايد 3. هسه النمبر اوف بولز بير لاير يعني شنو معناها؟ معناها كم ضربة باستخدام هذا الجهاز، ارجع واوضح، هذا الجهاز متوفر وياه كومباكت عمودي، هاي مرصة عمودية، اكبر لكم الشكل، هاي احنا نسميه هذا، هذا المرصة العمودية البولز، هذا وهذا الجهاز. بعد ما املي طبقه ارصها بهذا الجهاز، يرفع بالضبط يشبه الهاون المعدني، ترفع هذه الحامل العمودي اللي هو عباره عن وزن كامل من الحديد ويرص بداخل الجهاز الى ان نوصل كم ضربه نضرب للطبقه الواحده؟ 25 ضربه. نرجع الى التيبل هسه، نرجع الى التيبل ان شاء الله ذني راح تاخذون بالتفصيل بالعمل راح تفهمونها. اذا النمبر اوف بولز بير لاير لكل طبقه ايش قد اضرب؟ 25 ضربه. زين على 3 طبقات صارت كم ضربه هسه الكليات؟ 75 ضربه. كذلك بالموديفايد صارت 25 ايضا لكل طبقه 25. الفوليوم اوف مودل ايش قد حجمه؟ تاء موجود عندك 1000 سنتيمتر مربع. الويت وزن الهامر اللي احنا نسميه الهامر المدقه اللي راح نستخدمها بالكيلوغرام 2.5، بس بالموديفايد راح تختلف تصير 4.5. الهايت اوف دروبس الوعاء او هذا اللي راح نستخدمه هنا ايش قد ارتفاعه؟ 30. هنا ايش قد ارتفاعه اكثر بالموديفايد؟ 45. وان شاء الله راح ناخذ من التجربتين بالمختبر. فالكومباكشن اوفرليتس اللي يقصد به يعني شلون احنا نسميه انه
عملية ضغط التربة أو الجهد المضغوط. الكومباكشن أوفر الجهد المضغوط هو الويت أوف هامر، وزن المطرقة في الدروب سايد، في ارتفاع الأسطوانة اللي راح نبخل داخلها عينة التربة، في النمبر أوف بولز في عرض الطرقات، في النمبر أوف لير في عرض الطبقات اللي أنشأناها، على الفوليوم أوف مود على الحجم الكلي. راح ناخذ أنا حجم هذه العينة مال التربة ورا مال الرأس ويكون شكلها اسطواني، آخذ حجمها، حجمها شو يساوي الحجم؟ يساوي لنا كتلة. بعد أنتوا تعرفون هاي الحسابات الخاصة، تأخذ الكتلة وتأخذ إن شاء الله بالمختبر. التيست بروسيدر، التيست بروسيدر اللي هي طرق إجراء الاختبار، صراحة إجراء الاختبار راح ننوه عليه بالعملي، يعني بالموضوع العملي إن شاء الله ضمن البلاي ليست الخاصة بالموضوع راح أشرح لكم إياه بالتفصيل بالعملي، تمام؟ بالتفصيل شلون ناخذ التربة من الموقع الرئيسي، بعد ذلك تجري عملية الرص الخاصة بها، تمام؟ هاي الرود راي يساوي لنا الرويت على الواحد زائد الووتر كونتينت، وراح نرسم العلاقة بيناتهم، تمام؟ راح ناخذها بالتفصيل بالعملي حتى نفصل محاضرة العملي عن محاضرة النظري. هي هاي المعدات المستخدمة، هاي المطرقة الهمر، وهذا الدورق الزجاجي المملوء بالماء، كمية من الماء راح نستخدمها لغرض يعني زيادة رطوبة التربة مثل ما لاحظناها بالصورة الثانية، وكذلك هذا احنا نسميه المودلت، يعني احنا شو نسميه، يعني بالصورة يعني أوضح أنه مثل الوعاء الأسطواني، الوعاء الأسطواني يكون على شكل ثلاث طبقات إلى أربع طبقات، يعني ترتبط هذه الطبقات مع بعضها ويربط من الجانب باستخدام فد نوع من اللي احنا نسميهن الولدنج بولز، يعني نوع من البراغي الحديدية، تمام؟ هاي وهاي السكين اللي نساوي بها الطبقات النهائية حتى تكون الطبقة متساوية. هنا نوصل للحالة، هاي عينة التربة، هذا وعاء جبنا بيه عينة التربة من الموقع، تمام؟ عينة التربة من الموقع ضفنا لها كمية ماء، ويتم الخلط باستخدام هذه الأداة حتى نمزج الماء مع عينة التربة بالكامل. بعد ذلك بما أنه تقريبا مزجنا الماء إلى عينة التربة، ناخذ مثلا بهاي الحالة الووتر كونتينت 30%، نعيد التجربة ناخذ 40%، ناخذ فد ثلاث حالات، تمام؟ ثلاث حالات ناخذ بالعملي، وخمس حالات او ست حالات حسب الجروبات الموجوده، ونختبر هذه التربه عند كل قيم الووتر كونتينت. ناخذ مثلا ووتر كونتينت 10%، وعند ال 20 نجرب التجربه، وعند ال 30 وعند ال 40 وال 50 وال 60 وال 70 وال 80 وال 90 وال 100%، نجرب عند كل هاي الحالات ونختبر نحسب الجاما دراي دنسيتي، يا هي حققت لي اقصى كثافه تربه جافه، هي هاي اللي اعتمدها. لاحظ هذا هو الجهاز المود، راح نضع به عينة التربة اللي بعد ما وضعنا لها كمية الماء الرطبة، احنا نسميها المويستشر سويل، التربة الرطبة راح نخليها على طبقات، طبقة عمقها كذا ارتفاعها كذا، ويتم عملية الرص باستخدام الهامر او المطرقة 25 ضربة، بعد ذلك نضع الطبقة الثانية 25 ضربة، الطبقة الثالثة 25 حسب، تمام؟ وإن شاء الله هذا راح نتناوله بالعملي بشكل تفصيلي حتى يكون واضح أمامك إن شاء الله. هاي لاحظ الصور البقية، لاحظ هاي الصورة دا يسوي لك باستخدام الكومباكشن والبروكتر تيست، اختبار بروكتر، عملية الهمر أو الكومباكشن تيست. هنا لاحظ هاي اللي احنا نسميها السكين القاطع حتى نساوي الطبقة النهائية أو الحجم النهائي أو السايزر النهائي، السيرفس للأسطواني أو الحجم الأسطواني للتربة، ونساويه. بعد ذلك راح ناخذ وزنها، لاحظ، وبعدين تجرى عليها عملية الاختبارات بعد ما نرصها ونستخدمها ونضعها في الماء مدة يعني ثلاثة أيام بحيث نوصل التربة للساتوريتد سويل الدور باستخدام جهاز الفحص الكومباكشن، راح نجرى عملية عليها عملية الفحص، وناخذ من هذه العينة كمية صغيرة بالووتر كونتينر، بهذا الكونتينر الوعاء نجري لها عملية حساب الووتر كونتينت المحتوى المائي، وأتوقع هاي أول تجربة أخذتوها ضمن السويل ميكانيك اللي هو حساب المحتوى المائي، وقلنا راح نجي على المواضيع المستقبلية وراح نشوف وين أهمية المحتوى المائي. إذن أول أهمية إلى بحساب المحتوى المائي محتوى الرطوبة هو إيجاد الكومباكشن للتربة اللي هي اشقد آني كمية الماء المطلوبة تحقق لي أقصى كثافة جافة، وهذا الشيء راح نتناوله إن شاء الله بالعملي بشكل تفصيلي ودقيق جدا.
الكومباكشن اكوبمنت. المعدات اللي نستخدمها هسه احنا بالمختبر ايش نستخدم؟ الهامر اللي ضمن الجهاز، الهامر اللي هي المطرقه الاعتياديه. زين، معدات الضغط الموجوده بمواقع العمل، سواء موقع العمل موقع طرق او موقع امباكتمنت يعني انشاء ارضيه لانشاء السدود، او الفاونديشن اساسات البناءات ايا كانت البناءات، او الايرفيلد المطارات او غيرها. المهم شو استخدم؟ الكومباكشن اكوبمنت. بالمناسبه راح اعطيك انت اعدادهن، تقدر انت تروح تاخذ كل نوع من هذه الانواع، تبحث عنه بالجوجل وتقرا عنه بشكل تفصيلي وتعرف هذه الاسماء. نمبر 1 الشيب فوت رولر، يعني شنو معناه؟ معناها يسمونها حادله اظلاف الاغنام. هاي إما تستخدم التربة المتماسكة، الكوهيزيف سويل، التربة المتماسكة. كل من لا تريد تقرأ عنها في باك جراوند أو ريفيو ترجع للإنترنت، ما أكثر مصادر الكتب. وأنا إن شاء الله هم راح أزودكم بكل نوع من هذه الأنواع كصور تعريفية عنه داخل جروبكم بالتليجرام، حتى تكون عندكم باك جراوند قوي عن هذا الموضوع. فأول أنواع هذا النوع يسمونه حادلة أظلاف الغنم، هذه موجودة تكون عبارة عن مدقة أسطوانية، وأيضا إن شاء الله راح أرجع لهم بالمحاضرة القادمة أيضا أوضح لكم ياهن بالصور. فحادلة أظلاف الغنم تستخدم للترب المتماسكة، الكوهيزيف سويل، الترب الطينية. النوع الثاني اللي هو احنا نسميها البنمتك رولر الاسطوانية، اكو نوع من الحادلات تلقاها انت دائما بالطرق، خاصة من يوصلون الى يفرشون طبقة السبويس، تكون عبارة عن حادلة يجرها جرار او تراكتر، تكون عبارة عن اسطوانة، هاي يسمونها الحادلة الاسطوانية. هاي مالها ديفرنت سويل، وبالاغرب الترب الرملية والغرينية. الفايبريتوري رولر اللي هاي بكرات اهتزازية، هاي خاصة بالضبط فقط المن الجراندلم ماتيريال اللي هي التربة الحبيبية، كانت سواء حصى او سبويس او رمل خشن، تمام، تربة حبيبية يعني مو التربة الناعمة، يعني هي صح غير متماسكة كأن تكون الرمل والغرية، لكن التربة الحبيبية حبيباتها كبيرة نستخدمنا هذا النوع. الجريد رولر هذا احنا يسمونه بكرات الشبكات للاستخدامات، والباور رامر هذا ايضا في النوع من المدك خاص كهربائي لكن الكوست مالته عالية ما يستخدم ب يعني بكثرة. والفايبريتر بليتة هاي دائما يستخدمونه ببنايات الانفراستراكشر البنى التحتية. الفايبريتر بليتة يقصد بها الصفائح الاهتزازية وأيضا لها استخدامات خاصة. المهم احنا نتعرف بصورة عامة على أنواع معدات الضغط. الكومباكشن فور كوهيزيف سويلس اللي بعدها إن شاء الله راح نتناولهن على المحاضرة القادمة، لأن راح ناخذ بها المسائل الخاصة بهذا الموضوع اللي هي تكملة هذا الموضوع اللي هي الكومباكشن فور كوهيزيف سويل لس سويل، راح ناخذه ان شاء الله على المحاضرة القادمة. اتمنى تكون محاضرة هذا اليوم واضحة امامكم، نلتقي بكم على المحاضرة القادمة، واذا عندكم اي سؤال او استفسار بدون